ancien. صباح وانا ندور ما كاش يا دي باسيت العشرة لازم نبلع. ليس من السهل أن تقتني الدواء خاصة بعد العاشرة ليلا، حتى إن وجدت صيدلية مفتوحة فلن يتم ذلك إلا بعد قضاء وقت طويل في البحث عنها، وإن حصلت على الدواء فهو انتصار لك. نحوس على الفارماسيا دي باسيت العشرة لازم نبلع. تيسكون في باينة أكتوف في الإمالية دا باش بناس بيع طردوكا باش نحوس على الفارماسيا. دوك عطاوني يراهو سدرون كومبغي على لي زونتيبيوتيك، ما على باليش ما لقيتش. ما مصباح وانا ندور ما كاش يا العشرة من الفوق لازم تشوف كيفاش تسلك روحك باش تغلق وتروح. هنا الناس قاع مرضى وهاد الفارماسيا فيهم مغلوق زاد عليهم المرض. شوك شراهي يا اخو ما كاش فارماسيا في الليل وما الدواء تاعها وما تسولاج انا شي. وزارة الصحة حاولت وضع حد لفوضى المناوبة على مستوى الصيدليات بإصدار قرار. تتحفظ نقابة الصيادلة الخواص على عدة جوانب منه. كانت فيه فوضى في الحقة تسود هذا الميدان، فيه نوع من التحفظ. لماذا؟ لأنه اصطدمنا بمشكل الأمني. احنا ننتظر تقريبا بعض التوضيحات في تطبيق هذا المرسوم من طرف الوزارة الوصية، واحنا رانا وطالبت ببعض التوضيحات خاصة ما ورد في المادة الخامسة من القرار. إذن لما نتكلم عن البلديات في حقيقة الأمر فيه نوعا ما سوء فهم لهذه القضية، لأنه حتى المرسوم يحدد أنه في كل بلدية اللي يكون فيها أكثر من 3 صيدليات حتى تستطيع تقوم بالمناوبة الليلية، وثلاث صيدليات ولقينا الآن في الميدان أنه صعب جدا أنك تنظم المناوبة الليلية كل 3 ليالي. واعتبرت أن الوزارة تسرعت في إصدار القرار، علما أن حوالي 7000 امرأة من مجموع 10000 صيدلي ينشطون في هذا المجال، ما يجعل القرار يتعارض وقانون العمل. العائق الكبير كذلك اللي هو ان لا بوبولاسيون دي فارماسيان لا بليبار 70% من الـ من من الـ من الـ من الصيادله هم نساء، وبالتالي هذا يصطدم كذلك مع قانون العمل اللي يمنع عمل المرأة في الليل. ولمعرفة مدى احترام التنظيم المعمول به من طرف الصيدليات المعنية بالمناوبة الليلية، تحصلنا على القائمة الخاصة بمنطقة دراريا بالعاصمة. وأول خرق للقانون نجده في القائمة نفسها، كونها تحدد المناوبة على مستوى دائرة إدارية كاملة، بينما القرار يفرض وجود صيدلية مناوبة على مستوى كل بلدية. اتجهنا نحو الصيدلية التي كان مقررا أن تضمن المناوبة الليلية وتقديم الخدمة لسكان بلديات العاشور، خريسياس، حاولة وباب حسن في نفس الوقت. الآن سعد أشير إلى الواحدة ليلا، نحن أمام الصيدلية التي تضمن المناوبة الليلية لتاريخ 15 ديسمبر 2014، حسب ما هو موجود في مخطط مديرية الصحة والسكان لدوام الصيدليات على مستوى كل من بلدية العاشور، سحاولة، خريسية وباب حسن. لكن هذه الصيدلية التي هي من خلفي الآن لا تضمن المناوبة الليلية وأبوابها مغلقة. صادف وجودنا أحد المرضى يبحث عن صيدلية لاقتناء دواء يسكن آلامه. قدرت ألجي قاع يا أخو، مصباح وانا ندور يا أخو فارماسيا الدرسة تعرف يا أخو. دوك عندنا حتى ساعة ملي خرجنا طعنا من جهة الشراقة ما كاين والو تاني. بالكش ما كاين دوك نعطوهم جهة ألجي سونتر بالكش ما كاين. ماشي من باب أحسن ضراري رحنا ضربنا دار شراقة كذا ما كاش أنا مولين دوك نعود نروحوا. نفس الشيء قمنا به الليلة الموالية، حيث اتجهنا نحو الصيدلية الواردة في قائمة المناوبة حوالي 11 ليلا.
من المفترض أن تكون هذه الصيدلية التي من خلفي مفتوحة ليلا والواقعة بحي 1016 مسكن بالعاشور كما هو موجود في مخطط المداومة الذي وضعته مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر لشهر ديسمبر، لكن هذه الصيدلية الآن كما تشاهدون أبوابها مغلقة. مرة أخرى يجد المواطن نفسه يتكبد عناء البحث عن الدواء. كاش فارماسي هنا يعني. حتى راه عند فارماسي تلقى حتى البن عكنون ولا حيدرة ولا ترى حتى الزيرالدة ولا شراقة. في الليلة الثالثة تابعنا جولتنا وتقربنا من بعض المستشفيات على مستوى العاصمة، فلم نجد أثرا لصيدلية مفتوحة بالقرب منها. إذا لم تكن هذه الصيدلية موجودة بمحاذاة مثلا مراكز استشفائية مثل المراكز الجامعية يعني لسياشو ولا في مدن كبرى، إلا واحدة مقابلة لمستشفى القبة، ولسوء حظ المريض الذي قصدها لم يجد فيها الدواء يواصل رحلة البحث عنه في مكان آخر. يجي عندك في اللي تطلب فرمانوس والأدوية ما كاش، يفنطيحوا في مواطن هكذا أدوية ما كاش، يجي في الليل أدوية ما كاش. رغم أن المادة السادسة من القرار تحتم على مدير الصحة لكل ولاية نشر قائمة الصيدليات المناوبة نشرا واسعا، إلا أن هذا غير موجود في أرض الواقع وغائب تماما في الأماكن المعنية بالنشر. بعتونا قال كاين واحد هنا يا لكن جينا صبنا هم قدام على بعيش. بالتالي مديرية الصحة مكلفة بأنها توزع هذا المخطط المناوبات على كل الأماكن اللي يترود عليها المواطن، في البلديات، في مراكز الأمن، في الصيدليات، في المستشفيات، في كل الأماكن، وحتى الصيدلي مفروض أنه يوضع هذا المخطط في الباب نتاعه. المواطنون يعثرون على صيدلية مفتوحة بالسؤال أو بمحض الصدفة، بالإضافة إلى غياب أرقام الهواتف في القائمة الموجودة لدينا، ما يصعب أمرهم في تحديد المكان. يقول لك وين صيب صيدلي، بعتوا على المستوى ضراريا من عندنا نعرفوا اللي رامي حلو يطولوا شوية. نعود بكم إلى الصيدليتين اللتين لم تحترم نظام المناوبة لنسأل عن دور مديرية الصحة في المراقبة كما جاء في المادة التاسعة من القرار، لننتظر نحن وأنتم تطبيق المادة العاشرة منه بعد متابعة جهة الاختصاص لهذا التحقيق. مبادرة البعض بفتح صيدلياتهم إلى منتصف الليل يعود للمواقع الموجودين فيها والتي تكون عادة قريبة من مراكز الشرطة. بسبب الموقع تاعنا كاين دائما الشرطة هنا قدامنا، لكن يعني في مخ الصيادلة اللي شوية بعاد كذا يعني فيهم مشاكل، عندهم مشاكل خاصة مشاكل تاع الأمن أمنية. بس كان المركز الشرطة راهو قدامنا قدام صيدلية، وحنا جايين على روت ناسيونال عتلة كبيرة في البلدية تاع باب حسن، وتستعمل فيها العديد من التراتيب الأمنية على غرار وضع جرس وأبواب حديدية والبيع من وراء شباك لتجنب أي مشاكل قد تحدث، لكن هذا يقتصر على بعض الأماكن فقط ليبقى المواطن ضحية. في انتظار أن تفعل كل القوانين ويتم فرض المناوبة بالفعل تبقى معاناة المرضى مستمرة. معد والربورتاج عبد اللطيف صالح يلتحق بنا. مساء الخير عبد اللطيف. مساء النور. القانون يلزم على أن تكون هناك صيدلية مناوبة في كل بلدية، لكن ذلك لا يتم فعليا، إلى ماذا يرجع ذلك؟ قناة كي بي سي حاولت أن تعيش مع المرضى خلال الفترة الليلية بالضبط من 10 ليلا حتى الصباح. جاء مرسوم للوزير يضع حدا لفوضى الصيدليات، هذا المرسوم جاء في أوت وأصدر في الجريدة الرسمية في شهر سبتمبر، لكنه لم يقضي بتاتا على هذه الفوضى. بالعكس لما بحثنا في المرسوم وجدنا عدة تعارض، خاصة ما يتعارض مع نقابة الصيادلة التي اعتبرت أنه فيه بعض من التسرع وتتحفظ على بعض المواد فيه، خاصة فيما يتعلق بمناوبة صيدلية من أصل ثلاثة
والآن لا نجد في بعض المدن أو البلديات الداخلية أو في الجزائر العميقة أكثر من صيدلية واحدة، وبالتالي تصعب المناوب. أما في الجزائر العاصمة فقد تحصلنا كما أشرنا في التحقيق إلى قائمة المناوبة، لم نجد أثرا خاصة بتاريخ 16 و15 من ديسمبر، ما يجعل المواطن دائما يعاني. هل الخوف ربما من الوضع الأمني ليلا ما يجعل الصيادلة يحجمون عن فتح صيدلياتهم ليلا؟ فما بالك ربما بالمناطق النائية؟ بالفعل كل الصيادلة الذين يعملون المناوبة يشتكون ويقولون بأن المشكل الأمني هو الأول. لذا ليس من الممكن أن حتى من يكونون يفتحوا صيدلياتهم ليلا تكون بالقرب من مراكز أمنية، وبالتالي المرسوم جاء لينظم لكن فيه عدة خروقات عراقيل يعني لا تتناسب، والصيادلة خاصة وأنه موجود على الأقل 10,000 صيدلية على المستوى الوطني، 70% ممن ينشطون في هذا المجال هم من النساء. عبد اللطيف الصالحي أشكرك. نهاية الجزء الأول من برنامجكم عن قرب، نلتقي بكم لكن بعد الفاصل.